يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاتلكم النهارده فيديو جديد وريفيو جديد، هو ريفيو وفلوج الاثنين في واحد، عن داما. داما من اكتر الاماكن الحلوة جدا جدا، وذوقها عالي جدا جدا في الاكسسوارز والميك اب، ودايما بتنزل بكل جديد، ومن اكتر الاماكن اللي بروحها. فحبيت اخدكم جولة سريعة في المكان والاسعار، اسعارهم كمان حلوة جدا، والحاجات الموجودة في المكان حلوة جدا، المكياجات، الاكسسوارات، الادوات خاصة بالضوافر او العناية بالبشرة، سبريهات، مكان شامل حاجات كتيرة جدا وباسعار حلوة. خلوني اخدكم جولة في المكان. اول حاجة القسم الخاص بالسلاسل، هو كان اي حاجة في المكان خاصة بالسلاسل بعشرة. كان متوفر في المكان اشكال حلوة جدا من السلاسل، كان في حاجات خاصة اكتر بالمناسبات والافراح، وحاجات خاصة اكتر بالخروجات العادية، كمان سعرهم حلو ومناسب جدا. وهنا ده كان الجزء الخاص اكتر بالحلقان، وكان اي حلق موجود في المكان سعره 10 جنيه. الحلقان حقيقي كانت تحير، كلهم احلى من بعض وكلهم ترندي ومختلفين جدا، كل الاشكال والالوان والاحجام كانت موجودة، وبجد بالنسبة للسعر فدي حاجة حلوة جدا. كمان الجزء ده يا بنات كان خاص اكتر بالانسيلات اللي بتتلبس في الايد، كانت كلها اشكال حلوة جدا، كان عبارة عن 3 انسيلات بيتلبسوا في الايد مع بعض بسعر 10 جنيه، فكمان سعرهم حلو جدا واشكالهم تحفة. كمان الاسورة العريضة دي من الحاجات اللي نزلت جديدة في المكان، منها الذهبي والفضي، وشكلها حلو جدا وسعرها 10 جنيه. اما عن الاساور القمر دي، واللي انا ما ترددتش خالص في اللي انا اجيبها، كل واحدة فيهم احلى من التانية، وكل موديل احلى من التاني، وحقيقي احترت جدا في ان انا اختار بينهم، كلهم حلوين جدا وكمان سعرهم 10 جنيه بس.
كمان اي خاتم في المكان كان سعره 10 جنيه، وكانت الاشكال برضو حلوة جدا والواناتهم الذهبي والفضي. كمان هنا كان الجزء الخاص اكتر بالاحزمة، كان فيه الوان واشكال كتير حلوة جدا. كمان سعرهم كان بيبدأ من 10 ل 25، مش متذكرة سعرهم بالظبط، لكن كان سعرهم حلو ومناسب. التوى كانت حلوة، بس فعلا اشكال حلوة جدا وموديلات جديدة مختلفة عن التوك التقليدية. وكمان اسعارهم اللي هو 10 جنيه سعر بسيط جدا جنب الشكل والموديل والألوان، حاجة مختلفة. وهنا كان المكان المفضل لقلبي جدا، هو الروج وعالم الروج، من درجات للروج الشفاف، ليب بالم، لكل حاجة خاصة بالشفايف. الركن ده كل ما بروحه بنبهر بنفس درجة الروج اللي بتعجبني واللي بتكون عندي اصلا في البيت، بس بجد درجات حلوة جدا عندهم. وكمان الاسعار حلوة من 10 ل 15 ل 25، يعني رنجات زي ما انتي حابة، في المط وفي الروج السايل العادي، كمان الملمع الشفايف، الليب بالم، كل ما يخص الشفايف موجود، وبرنجات اسعار حلوة جدا. ده بقى الجزء الخاص بالفاونديشن والكونسيلر، كل الدرجات موجودة، ولكن السعر على حسب انت هتشتري نوع ايه. الاسعار في الميك اب مش عارفاها بالظبط، ولكن برضو هتكون رنجاتها حلوة ومناسبة، لان المحل كله عامل عروض حلوة جدا. ده الجزء الخاص بالتنت والبلاشر، كان فيه درجات حلوة جدا من التنت والبلاشر والهايلايتر، وبرضو كل حاجة بيكون ليها سعرها، ولكن ركن التنت والبلاشر والهايلايتر اسعاره بتبدأ من 10 ل 15 ل 25، يعني ده الرينج بتاعه. كمان نفس الوضع مع الماسكارا والايلاينر والكونسيلر، ده بيكون رينج السعر. وده ركن العناية بالبشرة والجسم، واغلبية المنتجات الموجودة اتكلمت عنها على القناة. وكمان رنج الاسعار في المكان ما بيختلفش كتير، برضو من 10 ل 15، اسعار مناسبة. كمان ده الركن الخاص بالسبريهات والبادي سبلاش والبادي ماست، الركن الخاص بعطور الجسم. الاسعار بتبدأ من 10 ل 15 ل 25 وال30، على حسب نوع وحجم العبوة. الركن ده كان خاص اكتر بفرش الشعر الخشب والبلاستيك، كمان فرش المكياج بكل انواعها، والرموش والبيوتي بلندر، الاظافر بكل الالوان، المط والسواري كمان. فبجد كانت حلوة جدا، وكمان اللزق بتاعها ثابت، مش شرط خالص ان انت تجيبي لها لزق، ولكن برضو كان موجود في المكان اللزق، وكل ده بسعر 10 جنيه. ممكن في حاجات تزيد شوية، بس حاجات بسيطة. كمان المبرد بتاع الضوافر او الطقم على بعضه بتاع البادي كير فوريو، وطبق الماسكات سويت افوفا، وقطن ازالة الميك اب، كل ده كان في الركن ده. ركن عشوائي شوية، ولكن مهم جدا. Thank you.
الشوكولادور او المانيكير من شيب، انصحكم بتجربته لانه من انواع المزيلات الحلوة جدا للمانيكير. دي درجات المانيكير اللي كانت موجودة في المكان واللي كان اي حاجة فيها بسعر 10 جنيه. كمان دي اشكال النظارات اللي كانت متواجدة في المكان وكان سعرها بيبدأ من 50 جنيه. اي نظارة في المكان كان سعرها 50 جنيه.